تعالوا بقى نروح لشوية التحميصات اللي عندنا، وهي كالآتي: لسان عصفور، شعرية، تعالوا كده اهو، ومكرونة مرمرية صغيرة. بتعملي بيهم ايه دول يا أميرة؟ انا اقول لكم، لسان العصفور بعمل بيه الشوربة، بعمل بيه كل الطواجن. الشعرية بعمل بيها الطواجن، وبعمل بيها لسان العصفور، وبعمل بيها الشعرية باللوز. المكرونة بعمل بيها المكرونة المحمرة، وبعمل بيها الطواجن، وبعمل بيها الشوربة، وبعمل بيها المكرونة المبكبكة. فلزاز لزاز جدا. طيب عندي أكتر من طريقة للتحميص. الطريقة الأولى الفرن. طبقة رفيعة في صاجل الفرن، على الفرن بدون أي إضافات، بدون أي إضافات خالص نهائيا، ولا زيت ولا زبدة ولا سمنة ولا ملح ولا بهارات ولا أي حاجة خالص. فرن شغال من فوق ومن تحت على درجة حرارة يعني من متوسط لعالي. زق، بص عليه بقى كل شوية، يعني نركز مع بعض. طريقة رقم 2، الاير فراير. مكرونة مرمرية أو مقصوصة صغيرة أو أساور صغيرة أو مكرونة الكشري، كل دي أسامي لنفس هذا المنتج. زق في الاير فراير بس، بس مش هترشي عليها زيت؟ لا مش هرش عليها زيت. طب أنا يا أميرة بحب أرش عليها زيت، ترشي، أنا مش حرماكي من حاجة. تشغل. طريقة رقم 3، طبق مسطح، شعرية، طبق يصلح للمايكروويف. يعني ايه طبق يصلح للمايكروويف؟ يعني اولا طبق حراري، ثانيا ما فيهوش اي معادن، مش فويل، ثالثا مش طاجن، رابعا ما فيهوش اي رسومات عليها ذهبي او فضي، خامسا مش بلاستيك. خش على المايكروويف. طبعا حجم الطبق لازم يكون مناسب لحجم قطر طبق المايكروويف، وممكن تستخدموا طبق المايكروويف على طول. اقفل، مش هتحطي حاجه تحته، انا مش حاطه ماده دهنيه فمش هحط حاجه تحته. شغل. الطريقة الأخيرة للتحميص، شغل النار، حط لنا بقى حتة زيت بقى يعني باللي رقنا. حاضر، معلقة زيت صغيرة ولا يهمكم، صغيرة، شوية شعرية أو لسان عصفور أو مكرونة عادي بقى زي ما انتوا عايزين. اللي عملناهم بدون زيوت هنشيلهم في دولاب المطبخ في علب او برطمانات معقمه وناشفه، ومش يعني مش هنقلق عليهم. اللي هنحط لهم سمنه او زبده او زيت هنشيلهم في الثلاجه عشان الريحه ما تتغيرش. يبقى بس هو دي التركه اللي تعرفوها. عايزين كلهم تعملوهم بالزيت، كلهم تعملوهم بالزبده، كلهم بتعملوهم بالسمنه، ماشي، بس اللي هيتعملوا كده لازم يتشالوا في الثلاجه. اللي هيتعملوا بدون مواد دهنيه هيتشالوا في الدولاب عادي. المايكرويف بتنده عليا. لحظة. بصوا. شايفين؟ بدأ يتحمر اهو. فأيوه بنحمر في المايكرويف عادي. أي نعم. وهنبص على الفرن حالا. أوبا. أوبا افرد. دخل 30 ثانية كمان، الأولانية دي كانت دقيقة. بالمناسبة يعني دخل 30 ثانية كمان. لملي كل الشعرية دي عشان احنا كده عبال ما نخلص هنكون هضرنا شعرية وده مش مقبول. لملي كل الشعرية دي حطيها لي هنا، تعالي لي للفرن. الله، ولا أسرع ولا أسهل ولا أروع من كده. اطلع بصولي على الجمال ده،
لسان عصفور محمص. شعرية بالزيت. الزيت ما يكونلوش ريحة، يعني زيت ذرة، مفيش زيت زيتون، مفيش زيت تعبات شمس، مش عايزة ريحة قوية عشان لما يقعد ما يغيرليش الايه الريحة بتاعته بسهولة. قلب لي تاني الكلام ده. شايفين؟ شايفين الجمال؟ يبقى التحميص له اكتر من طريقة يا جماعة، ومهم جدا جدا جدا. نسيت طبعا اقول لكم ان الشعرية بنستخدمها في الرز بالشعرية طبعا، يعني ده اكتر استخدام بتهيألي ليها في كل البيوت. لم الشعرية اللي وقعت عشان ما فيش حاجة تتهدر. حطها لي، مش هنهدر حاجة، مش هنهدر حاجة يا ولاد. يبقى عندنا باقة من التحميصات بأربع طرق تستخدموا اللي يناسبكم. هل ينفع يا أميرة أعمل على النار بدون زيت أو زبدة أو سمنة؟ ينفع جدا، أنا حبيت بس أعمل يعني نوع واحد واستخدم فيه الزيت عشان أبقى رضيت كل الأذواق، ولكن ينفع الزيت في أي واحدة فيهم، وينفع كلهم من غير زيت. دي خلاص قربت تخلص، ودي كمان قربت تخلص. خلوا بالكم من الميكروويف عشان الأطباق بتكون سخنة. وزع تاني، دخل تاني الميكروويف، هشغل على الميكروويف 30 ثانية، هاخد نفس ال 30 ثانية دول في الاير فراير وعلى النار. ادي لسان العصفور اللي عملناه في الفرن في دقايق معدودة بدون أي مادة دهنية. تعالي بصي لي هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. وادي المكرونة اللي عملناها في الميكروويف بدون أي مادة دهنية في دقايق معدودة برضو. وادي الشعرية اللي احنا جهزناها في الاير فراير، المكرونة في الاير فراير، وادي الشعرية اللي جهزناها بنقطة من الزيت على النار، وادي الشعرية اللي عملناها في الميكروويف، وتقدروا تكملوا على لونها، تغمقوه شوية كمان لو حبيتوا. يبقى حبايبي استخدمنا أربع تكنيكات للتحميص، الأربعة حلوين، الأربعة ينفعوا بزيت أو زبدة أو سمنة أو بدون مادة دهنية خالص.